وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك أن تغفر لنا وأن تتوب علينا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارزقنا توبة نصوحة تطهرنا بها نفسا وجسدا وروحا، وامحو بها عنا كل خطيئة، واجعلنا في معيتك في كل وقت وحين، واجعلنا يا إلهي من عبادك الأوابين المستغفرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.